مقارنة العمالقة ترجع ويانا اليوم لمقارنة عملاق شركة أبل الآيفون 12 برو ماكس مع عملاق شركة سامسونج S21 ألترا. حنتعرف على كل التفاصيل التقنية بالإضافة إلى اختبارات الأداء بين الجهازين، وكل الأمور حنغطيها بمقارنة اليوم إن شاء الله. ومو الهدف بالمقارنة أن نذكر أي الجهازين أفضل بالتحديد، لكن المواصفات ولغة الأرقام حتكون واضحة للجميع، وممكن بعض الأمور اللي تكون بالهاتف وتعتبر مميزات عند بعض الأشخاص ما تكون كذلك ويا أشخاص آخرين. مثلا لو ذكرنا أنه حجم الشاشة 7 إنج والآخر 6 إنج، البعض يعتبرها ميزة لأنه يفضل حجم الشاشة الكبيرة، لكن شخص آخر ما يفضل هذا الشيء وممكن حتى يعتبرها سلبية. فخلونا نبين كل التفاصيل حتى يكون هذا الفيديو بالنهاية مرجع للجميع قبل أن يختار بين الجهازين. تابعوني للنهاية لمعرفة كل التفاصيل. وبداية ولكل جديد ومفيد، تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم مع كل جديد نقدمه بالقناة أولا بأول، ولا تنسونا من ضغط الإعجاب أو اللايك والمشاركة والتعليق. وأهلا بكم بفيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم أحبابي المتابعين الكرام من كل مكان، وياكم أخوكم أحمد العلي، ورجعنا لكم بمقارنتنا الجديدة التفصيلية والشاملة. واليوم ويانا المقارنة بين هاتف شركة أبل الآيفون 12 برو ماكس ضد هاتف شركة سامسونج الأحدث S21 ألترا. ونبدأ مع اللانش ديت أو تاريخ الإطلاق للهواتف. الآيفون 12 برو ماكس يوم 13 نوفمبر شهر 11 عام 2020، أما السامسونج S21 ألترا فيوم 29 جانيوري شهر 1 عام 2021. النتورك أو دعم الشبكات، كلا الجهازين يدعم الـ 5G وبقية الشبكات. الدايمنشنز أو الأبعاد، الآيفون 160.8 في 78.1 في 7.4 مليمتر، أما الـ S21 ألترا 165.1 في 75.6 في 8.9 مليمتر. الويت أو الوزن على الآيفون 12 برو ماكس 228 غرام، أما الـ S21 ألترا ف 227 غرام. البلد أو التصنيع، الآيفون 12 برو ماكس جلاس فرونت جلاس باك، يعني الزجاج من الأمام ومن الخلف مع إطار من الستينلس ستيل، أما الـ S21 ألترا فالزجاج من الأمام والخلف أيضا لكن مع إطار من الألمونيوم حول الهاتف. مقاومة الماء والغبار على الجهازين ضمن الـ IP68. الديسبلاي أو نوع شاشة العرض، الآيفون 12 برو ماكس سوبر ريتينا XDR OLED HDR10 مع 1200 نتس، أما الـ S21 Ultra فدايناميك أموليد 2X دعم للـ 120 هيرتز HDR10 Plus مع 1500 نتس. طبعاً الآيفون ما يدعم الـ 120 هيرتز. حجم الشاشة على الآيفون 12 برو ماكس 6.7 إنج، أما على الـ S21 Ultra 6.8 إنج. الريزولوشن أو دقة العرض، الآيفون 12 برو ماكس 1284 في 2778 بيكسلز 19.5 إلى 9 ريشيو نسبة العرض، مع الدنسيتي أو الكثافة 458 PPI، أما على الـ S21 Ultra 1440 في 3200 بيكسلز ونسبة العرض 20:9 والدنسيتي أو الكثافة 515 PPI. تفوق واضح للـ S21 Ultra. البروتكشن أو الحماية على الآيفون 12 برو ماكس سكراتش ريزيستنت سيراميك جلاس، أما الـ S21 Ultra فكورنينج غوريلا جلاس 7 فيكتس. الـ OS أو نظام التشغيل على الآيفون 12 برو ماكس iOS 14.1 upgradable to iOS 14.2، يعني نظامه 14.1 وتم تحديثه إلى 14.2، أما الـ S21 Ultra فأندرويد 11 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 3.1. المعالج على الآيفون 12 برو ماكس أبل A14 بايونيك مصنع بتقنية الـ 5 نانومتر، أما الـ S21 Ultra فنسختين الإكسونوس 2100 واللي هي النسخة العالمية مصنعة بتقنية الـ 5 نانومتر، والكوالكوم سناب دراجون 888 أيضا مصنعة بتقنية الـ 5 نانومتر للولايات المتحدة الأمريكية. وإلى تفاصيل الـ CPU على الآيفون 12 برو ماكس، سداسي النوى هيكسا كور 2 في 3.1 جيجا هيرتز فاير ستورم زائدا 4 في
1.8 جيجا هيرتز آيس ستورم. أما على S21 ألترا فنسختين وكلاهما 8 النواة أوكتا كور 1.2.9 جيجا هيرتز كورتكس X1 مع 3.2.8 جيجا هيرتز كورتكس A78 مع 4.2.2 جيجا هيرتز كورتكس A55. هذه هي النسخة الجلوبال أو العالمية. والنسخة الأخرى هي أيضا أوكتا كور 1.2.84 جيجا هيرتز كرايوس 180 مع 3.2.42 جيجا هيرتز كرايوس 180 مع 4.1.80 جيجا هيرتز كرايوس 180 نسخة اليو اس اي. بالنسبة للجي بي يو على الايفون 12 برو ماكس ابل جي بي يو 4 كور جرافيكس. اما الاس 21 الترا فايضا نسختين اللي هي المالي جي 78 ام بي 14 الجلوبال العالمية والادرينو 660 نسخة يو اس اي. الميموري او الذاكرة الداخلية وخياراتها على الايفون 12 برو ماكس 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام او 256 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام او 512 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام. التخزين من نوع ال NVMe ولا يوجد خيار اضافة الذاكرة الخارجية نو كارد سلوت. اما ال S21 الترا ف 128 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام و 512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام. نوع التخزين UFS 3.1 وايضا لا يوجد خيار اضافة الذاكرة الخارجية نو كارد سلوت. طبعا نلاحظ تفوق ال S21 الترا بقدرة الرامات اللي توصل الى 16 جيجا بايت مقابل 6 جيجا بايت فقط على الايفون. ونوصل الى الكاميرات، المين كاميرا او الكاميرات الاساسية على الايفون 12 برو ماكس 12 ميجا بكسل وايد و 12 ميجا بكسل تليفوتو و 12 ميجا بكسل الترا وايد مع TOF 3D ليدار سكانر ديبث اللي هي عمق. الفيديو يوصل الى 4K at 24 او 30 او 60 فريم بير سكند او 1080p at 30 او 60 او 120 فريم بير سكند HDR. اما ال S21 الترا فالكاميرات 108 ميجا بكسل وايد و10 ميجا بكسل بريسكوب تليفوتو مع 10 ميجا بكسل تليفوتو و12 ميجا بكسل الترا وايد. الفيديو يوصل الى 8K at 24 فريم بير سكند او 4K at 30 او 60 فريم بير سكند او 1080p at 30 او 60 او 240 فريم بير سكند مع دعم ال HDR 10 بلس. بالنسبة للكاميرا الأمامية على الآيفون 12 برو ماكس فهي 12 ميجا بكسل وايد مع SL 3D Depth Biometric Sensor. الفيديو يوصل إلى 4K at 24 أو 30 أو 60 فريم بير سكند أو 1080p at 30 أو 60 أو 120 فريم بير سكند. أما الـ S21 Ultra فالكاميرا الأمامية 40 ميجا بكسل وايد والفيديو يوصل إلى 4K at 30 أو 60 فريم بير سكند أو 1080 at 30 فريم بير سكند. الساوند او الصوت على الجهازين ستيريو مع عدم وجود منفذ ال 3.5 ملم. نسخة البلوتوث على الايفون 12 برو ماكس 5.0 اما على الاس 21 الترا ف 5.2. اليو اس بي على الايفون 12 برو ماكس لايتنينج يو اس بي 2.0 اما على الاس 21 الترا فهو تايب سي 3.2 يو اس بي اون ذا جو. البطارية على الايفون 12 برو ماكس 3687 ملي امبير. الفاست شارجنج 20 واط والفاست وايرلس تشارجنج 15 واط، يعني الشحن السريع بقدرة ال 20 واط والشحن اللاسلكي بقدرة ال 15 واط. البطارية على ال S21 Ultra مختلفة حيث تجي بقدرة ال 5000 ملي امبير مع الفاست تشارجنج 25 واط الشحن السريع والفاست وايرلس تشارجنج 15 واط الشحن اللاسلكي السريع، وكذلك يدعم الريفيرس وايرلس تشارجنج بقدرة ال 4.5 واط الشحن اللاسلكي العكسي. الألوان على الآيفون 12 برو ماكس السيلفر والجرافايت والجولد والباسيفيك بلو، الفضي والذهبي والجرافايت والأزرق. أما على الـ S21 Ultra فالفانتوم بلاك، فانتوم سيلفر، تيتانيوم، نيفي والبراون. الفانتوم الأسود والفضي والتيتانيوم والبني هذه الألوان الأساسية وممكن تتوفر بألوان أخرى. دعم القلم متوفر على الـ S21 Ultra وغير متوفر على الآيفون 12 برو ماكس. وهاتف الـ S21 Ultra هو أول هاتف من سلسلة الـ S اللي يدعم ميزة القلم. دعم الـ NFC متوفر على الجهازين أيضا. أما بالنسبة لتجارب الأداء فمتوفر حاليا وقت إعداد التقرير للآيفون 12 برو ماكس واللي هي البرفورمانس على منصة الـ AnTuTu 638584 V8، الجيك بنش سجل 4240 V5.1، الجي اف اكس بنش
55 فريم بير سكند ES 3.1 on screen. أما الباتري لايف إنديورنس ريتينج ف 95 أور، يعني 95 ساعة. فهذا كان كل شيء متعلق بمقارنتنا بين الجهازين، وإن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لجميع المهتمين، ويبقى على طول مرجع لكم في حال حبيتوا تتعرفون على مواصفات الجهازين أو ردتوا تعرفون الفروقات أو أي شيء آخر متعلق بالجهازين. أحاول إن شاء الله أقدم لكم مقارنات أكثر بين مختلف الأجهزة ومن مختلف الشركات، وأنتم إذا كان لديكم طلب عمل مقارنة بين أجهزة معينة تركوها بالأسفل بالتعليقات، والطلب اللي يحصل على أكبر عدد من اللايكات نسوي له مقارنة إن شاء الله. وخلص، هذا كان كل شيء. أتمنى يكون الفيديو مفيد للجميع. للمزيد من هذه الفيديوهات والشروحات والأخبار والمعلومات، تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أولا بأول. وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسونا من الإعجاب أو اللايك والمشاركة والتعليق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.